هذا طال عمرك هذا احد التجار جلس مع عياله، عيال الثلاث، قال يا عيالي ان مت بعد عمر طويل وش بتسوي؟ قال الاول يبا والله لابني لك مساجد واحط لك من امور الخير ما الله بيها علي. قال وانت الثاني؟ قال الثاني انا يا ابوي والله ان شاء الله احفر لك ابار في افريقيا وفي الدول المحتاجه هناك. قال الثالث انت يا الثالث؟ قال انا. قال نعم. قال يبا. قال نعم. يقوم يعطي ابوه حصتين. قال يبا. قال سم. قال الاولى احذفها وراك. حذفها وراه. قال تشوفها؟ قال لا والله ما اشوفها. قال الثانيه؟ قال نعم. قال احذفها قدامك. قام حذفها قدامك. قال تشوفها؟ قال اي والله اشوفها. قال يا ابوي اعمل اعمال تشوفها الحين قدامك، اللي وراك لمت والله ما تدري يبا نسوي ولا ما نسوي، فافعل اعمال تراها امامك يا ابوي. هذه رساله حقيقه يا اخوان، اعمل اعمال الان قبل ان تموت، والله ما تدري يحطون لك ابار ولا يحطون لك مساجد. الان اعمل بشيء تراه امام عينك وتتابعه وتراقبه حتى تجده عند الله. الله يوفقك.